فضيلة الشيخ، سمعنا من بعض المشايخ أن الإنسان يعني إذا مشى بفكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نية أنه يعني كيف كل العالم يهتدي ويدخل في الدين ويمشي بالفكر والهم لهذه الأمة، فكل من يعني دخل في هذا الدين يكون له نصيب في الأجر، هل هذا صحيح؟ يعني نية الإنسان يخرج من بيته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يصنع أن يزور العالم كله، ولكن نيته أنه كيف العالم يهتدي ويدخل في هذا الدين، فهل كل من دخل في هذا الدين يعني يكون له الأجر والثواب؟ إذا لم يكن الإنسان أثر في إدخال غيره في دين الله فليس له أجر، الأجر إنما يكون على من دل على خير وأعان على خير، أما من نوى الخير فله لا شك أجر النية في أنه يحب أن الله يهدي الخلق، لكنه لا يكتب له أجر كل واحد آمن. طيب الأندية موسى، يعني فضيلة الشيخ، يعني هم يستشهدون بالحديث اللي يعني يقول عليه الصلاة والسلام: ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا يعني إن قوم بالمدينة ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا إيش؟ وهم معكم. وفي رواية يعني لهم الأجر، يعني هم يعني نيتهم أنهم يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فالله سبحانه وتعالى كتب لهم الأجر. بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أنه حبسهم العذر، فهم لولا العذر لخرجوا مع المجاهدين، فيكتب لهم أجر العمل الذين وهو لكن لم يدركوه. يعني هذا برضو الإنسان قصده أنه يعني لو هو يبذل طاقته، أنه أنا لو الله أعطاني الطاقة أجعل تجول في العالم كله وأبلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى العالم يهتدي. نعم. فنيته أنه كيف كل العالم يدخل في دين الإسلام، وهو يبذل كل ما عنده من طاقة وعلم ويبلغ يعني قدر ما أعطاه الله من الطاقة. لا، ما يصل، ما يصل، لأن القضية الغزو قضية معينة، هذه قضية عامة. جزاكم الله خير.